وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العاصمة الكينية موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، لك أن تطلعنا على جدول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الزيارة المهمة بالعاصمة نيروبي. حفاوة في استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تابعنا وقائع وصول سيادته منذ قليل. على رأس مستقبلي سيادته كان الرئيس الكيني ويليام روتو، حيث أجرى الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية سريعة. رحب خلالها الرئيس الكيني بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كينيا، وهي الزيارة الثانية بعد زيارة سيادته الأولى في عام 2017. وجرى التأكيد خلال هذه الجلسة على قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي لطالما جمعت كل من القاهرة ونيروبي. ورحب أيضا الرئيس الكيني بمشاركة السيد الرئيس في فعاليات القمة نصف السنوية التنسيقية للاتحاد الأفريقي في دورتها الخامسة، والتي تستضيفها نيروبي في هذه الأثناء. غدا صباحا سوف تنطلق هذه القمة باجتماعات على مستوى رؤساء الدول والقادة الأفارقة المشاركين في هذه القمة، التي يدعى إليها عدد محدود من القادة والرؤساء الأفارقة. تم استحداث هذه القمة عام 2019 إبان الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي لتسريع وتيرة العمل بين مفوضية الاتحاد الإفريقي من جانب، وبين الدول التي تعنى بعدد مهم ومحدد من الملفات الخاصة بتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي القاري بين دول القارة السمراء، وأيضا يحضرها رؤساء التكتلات الاقتصادية الكبرى في القارة الإفريقية. السيد الرئيس يشارك في هذه القمة بوصف سيادته الرئيس الدوري الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وقادة الحكومات الإفريقية الخاصة بالوكالة الإفريقية للتنمية النيباد، للنظر في التقدم المحرز في إطار التكامل الإفريقي الاقتصادي، وأيضا في إطار تفعيل منطقة التجارة الحرة التي تم إطلاقها أيضا إبان الرئاسة المصرية للاتحاد في عام 2019. أيضا السيد الرئيس يحضر هذه القمة بوصف سيادته الرئيس الدوري الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. يستعرض خلال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركة سيادته في هذه الاجتماعات موضوعين أو ملفين مهمين اطلعت بهما مصر طوال الفترة الماضية. نتحدث عن عام أو عامين من الرئاسة المصرية للجنة النيباد، أو ترأس مصر لمدة عام مضى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. يستعرض السيد الرئيس خلال كلمتين هامتين، أولا جهود مصر المبذولة طوال العامين الماضيين في ترأسها للجنة النيباد فيما يتعلق بالتقدم المحرز في إطار أو على صعيد التكامل الاقتصادي الإفريقي، وأيضا في إطار تسريع وتيرة العمل بين المفوضية من جانب وبين التكتلات الاقتصادية الكبرى من جانب، والوقوف على ما تم إحرازه من آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة الإفريقية السابقة التي استضافتها أديس أبابا مطلع العام الجاري، بالإضافة أيضا إلى النظر في عدد من الملفات الهامة التي تطلع بها مصر، تحديدا ملف الإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الإفريقي. كما هو معروف مصر أحد أكبر الدول المساهمة في ميزانية الاتحاد. مصر تسهم وحدها بنسبة 7.5% من ميزانية الاتحاد الإفريقي. وطرحت خلال الاجتماعات التحضيرية التي تسبق انعقاد هذه القمة طوال الثلاثة أو الأربعة أيام الماضية عدد من الرؤى والأطروحات التي تتعلق بتفعيل آليات العمل للإصلاح المؤسسي والمالي داخل آلية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع المفوضية مفوضية الاتحاد. أيضا الكلمة الهامة التي سوف يلقيها السيد الرئيس فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والحد من الأثار السلبية على وثيرة العملية التنموية التي تشهدها عدة دول في القارة الإفريقية سوف تكون محلا للاهتمام من جانب الرؤساء ودول الحكومات المشاركين في هذه القمة، لما بذلته الجهود المصرية أو جهود الرئاسة المصرية طوال العام الماضي في هذا الصعيد وهذا الإطار. بطبيعة الأحوال السيد الرئيس سوف يعقد قمة ثنائية هامة تجمعه بالرئيس الكيني ويليام روتو
قمة سوف تضع حجرا جديدا في جدار العلاقات المصرية الكينية الممتد منذ عام 1963، ويجرى خلالها بحث واستعراض مجمل أطر التعاون الثنائي بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي. إذا ما علمنا أن هناك رغبة متزايدة لدى الجانب الكيني للاستفادة بالخبرات المصرية العريقة في عدد من المجالات، أحد أهم هذه المجالات مجالات البنية التحتية، صناعة الدواء، الصحة، الزراعة، الصناعة وغيرها من المجالات التي يتطلع إليها الجانب الكيني للاستفادة من الجانب المصري في هذا الإطار. القمة من المنتظر أيضا أن تستعرض عدد آخر من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ربما أبرزها مستجدات الأوضاع في كل من السودان وفي كل من الصومال ودول الساحل والصحراء، وما تلقيه من أثر سلبية على حالة السلم والأمن في المنطقة أو في الإقليم بشكل أوسع. أيضا مصر وكينيا يجمعهما تجمع الكوميسا، ولهما مشاركات جيدة وفاعلة داخل هذا الإطار الاقتصادي الهام في القارة الإفريقية، والبلدان معنيان بتفعيل أطر التعاون بين دول هذا التكتل، تكتل الكوميسا من جانب وبين تكتل الكوميسا من جانب والتكتلات الاقتصادية الإفريقية الأخرى من جانب آخر. دوائر كثيرة مشتركة بين القاهرة ونيروبي سوف تكون محلا لبحث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني بعد أو إبان عقد القمة الثنائية المصرية الكينية المرتقبة غدا إن شاء الله. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على رشوان موفد التلفزيون المصري، كنت معنا من العاصمة الكينية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.